حقيقة في هذه النوع من المعارك، المعارك الطويلة والتي تكون في غالبيتها معارك حرب شوارع، من الصعب جدا الحصول على خسائر بهذه الكميات. التقارير الروسية تقول بأن الأشخاص 1600 شخص أو 1300 شخص كانوا متواجدين في فندقين بالمدينة، وتم استهداف الفندقين وتم قتل أكثر من 600 شخص حسب التقارير الروسية. ولكن في واقع الحال أو ظروف أو واقع الحرب، حرب الشوارع تفرض على جميع القطاعات المتقاتلة أن تنتشر بطريقة صعب، من الصعب جدا أن تقوم باستهداف 600 شخص في وقت واحد. طبيعة الانتشار، طبيعة الأرض، طبيعة المعركة تفرض على القوات العسكرية المتواجدة أن تكون متوزعة على مساحات، لا أن تتجمع في مكان واحد. 1300 شخص في فندقين أو في بنايتين داخل هذه المدينة صعب جدا أن يتواجد عسكريا، صعب جدا. لفيما لو حدث هذا هناك خلل عسكري أوكراني كبير جدا، هناك خلل في 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 استراتيجية الجيش الأوكراني في عملية التعبية وعملية تجميع القوات. لا من غير ممكن وضع هذا العدد من الجنود في هذه في بنايتين. وبالتالي التقارير الروسية من الممكن أن تكون القوات الروسية استهدفت بالفعل فندق. هناك أخبار أن هذا الفندق يحتوي على هذا العدد، ولكن في واقع الحال لا أعتقد أن هذه المعلومات دقيقة 100%. وضع الحرب الروسية، شكل الحرب الأوكرانية الروسية لا يسمح بهذا العدد من القتلى. باعتقادي أن هناك مبالغة في هذا الموضوع، والمبالغة تأتي لعدة أسباب. من هذه الأسباب محاولة رفع معنويات الجنود، محاولة كسر معنويات الجنود في الجهة المقابلة، معنويات محاولة إثبات أنه نحن لدينا قدرة استخباراتية عالية وقادرة على النقل على كل تجمعات تابعة للجيش الأوكراني. هناك الكثير من الرسائل تريد الحكومة، الجيش الروسي إيصالها إلى القوات الأوكرانية وإلى القوات الروسية لرفع معنوياتهم، وإلى القيادات الروسية بأن القوات الروسية استخباراتية متمكنة وعسكريا متمكنة أيضا. باعتقادي كما ذكرت لك أن هذا الموضوع مبالغ فيه بعض الشيء. ستأتي الأيام القادمة إن كان هناك عدد كبير من القتلى، سنشاهد الكثير من الفيديوهات التي تصور هذه الحالة. أصبح الوصول لهذه المشاكل سهل جدا، أي بواسطة أشخاص بسيطين تصوير هذه العمليات، بالإضافة إلى أن الروس الذي استطاع أن يأتي لهم بأماكن تواجد هذه القطاعات أو بالمعلومات الاستخباراتية التي أعطتهم العدد المتواجد في هذا الأماكن، بإمكان المصادر الروسية أيضا بجلب صور وفيديوهات تثبت ان عمليه الاستهداف هي كانت عمليه استهداف حقيقيه لهذا العدد من الجنود الأوكرانيين. سيد مجاهد،